تضيع النقاط في بداية أي موسم يؤزم وضعية كل فريق، لينضاف إلى ذلك الحظ العاتر ومرحلة الفراغ التي يعاني منها كل من فريقي أولمبيكا سفي والجيش الملكي بطلا الأمسية الكروية التي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة. الأولمبيك الذي بدأ الموسم بصورة مغايرة عن الموسم الماضي احتل فيها المركز الخامس ما زال يبحث عن إيقاع يوصله إلى سكة النجاحات، فلحد الساعة حصد تعادلين وهزيمتين. ماشي تعثر، هذا بقدر ما هو نقدروا نقولوا غير سحابة صيف عابرة إن شاء الله، وغادي تمر ان شاء الله ورجع التوهج للفريق اولمبيك اسفي والجماهير ديالو ان شاء الله. رغم الاستقرار التقني والاداري وكذلك الترسانة البشرية، الا ان المستوى الذي ظهر به القرش المسفيوي لم يرضي عشاقه. المستوى الضعيف اللي احنا ظاهرين به هذا الموسم ما جاش غير هكاك، جا نتيجة على سوء ديال التسيير، لان صراحة الفريق ما عسكرش كباقي الفرق الوطنية. احنا ديما كنجيو حتى لاخر لحظة عاد تنبداو نقلبوا على لاعبين اللي غادي خصهم واحد الوقت طويل باش ينسجموا مع التركيبة البشرية ديال الفريق. فريق الجيش الملكي بدوره يعاني من بداية خجولة ترتب عنها 4 تعادلات رغم ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، اذ وصلت الانتدابات الى 19 لاعبا. احنا كفريق الجيش الملكي اعتقد انه عندنا ان بروجي ديكيب، بروجي ديكيب تيبغي شويه ديال الوقت. الفريق ديال اولمبيك اسفي تقريبا نفس العناصر، احيانا واخا تاخذ نفس العناصر نفس المدرب ممكن تيكون الانطلاقه ماشي هي هذيك نظرا لعده عوامل، ولكن لي الثقه الكامله ان هاد جوج الفرق غادي يرجعوا لمكانتهم الصحيحه. وكما كيعرف الجميع ان فريق الجيش باقي يلاه بادي غير من الجلد ديالو تقريبا النصف ديال تقريبا، خاص الجمهور يصبر عليه شويه باش يقول الكلمه ديالو ان شاء الله هنا للقدام. وبالعوده الى سيناريو المواجهه التي شهدت هجمات مكثفه من كلا الطرفين، البدايه كانت للاعبي الجيش الذين حاولوا التوقيع على هدفهم الاول، الا ان المهمه لم تكن سهله في ظل وجود الحارس عبد الاله باقي. عزيمة وإصرار اللاعبين على هز الشباك كللت بالنجاح في الدقيقة 24 بواسطة اللاعب عزيز جنيد. لاعب القرش المسفيوي لم يستسيغوا الهزيمة سيما أنهم داخل قواعدهم، ليعيد عبد الرزاق حمد الله التوازن إلى المواجهة. وخلال الشوط الثاني ظل الحال على ما هو عليه رغم الجهود الحثيثة من كلا الفريقين باستثناء طرد اللاعب محمد حمدان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لتنتهي المواجهة بهدف لمثله. المقابلة ديال اليوم كانت صعيبة لأن الفريق جيش ملكي استطاع سجل الهدف الأول، وحنا الحمد لله استطعنا نسجل هدف التعادل، لكن المقابلة في مجمل العام كانت صعيبة شوية، لكن الحمد لله استطعنا نجيب التعادل. إذن هو تعادل بطعم الهزيمة لفريقين يطمحان إلى التوقيع على حضور مميز يوقعون بحروف على مسيرة ناجحة في النسخة الأولى من البطولة الاحترافية.